السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، بصحة فطوركم مجددا. ساعة من بعد إفطار، شوارع مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية شبه خالية، والمصلون يقصدون المساجد لأداء صلاة التراويح. تقبل الله صلاتكم. بعد الأمطار الخير، أمطار البركة اللي عرفتها جل مدن المملكة، اللي عرفتها جل مدن المملكة، أمطار الخير اللي تسقطت وتهطلات على مدن المملكة، ومن ضمنها المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأمطار ديال الخير اللي عرفتها جل مدن المملكة، ومن ضمنها المدينة ديال سطات. كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على المباشر، وكننقل لكم هذه الاجواء من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. سطات بلادي، سطات الجميله والرائعه، واللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء، كنحييكم على المباشر وكننقل لكم هذه الاجواء من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه. بعد الازدحام، بعد الحركيه اللي كانت كتعرفها المدينه، يعني ساعه قبل الافطار، ساعه من بعد الافطار، شوارع المدينه خاليه، شبه خاليه، والمصلون في هذا الاثناء يقصدون مساجد المدينه لاداء صلاه العشاء والتراويح. تقبل الله صلاتكم، تقبل الله صيامكم. نحاول نقل لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على المباشر جوله خفيفه باهم شوارع عاصمه الشاويه. سطات بلادي، سطات الجميله والرائعه، هكذا تبدو مدينه سطات، هكذا تبدو عاصمه الشاويه من بعد التساقطات المطريه المهمه واللي عرفتها المدينه ديال سطات. كنحاولوا نقل لكم الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء، بصحه فطوركم مجددا، بصحه فطوركم مجددا. ادم عبد السلام، شكرا لك، شكرا لك، هذا واجب سي ادم عبد السلام. كنحيوك اخي، وكنحيو جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه. سطات بلادي، سطات الجميلة والرائعة، واللي من خلالها أننا كنحييكم وكننقل لكم هذه الأجواء من قلب مدينة سطات، جولة يعني خفيفة بأهم شوارع مدينة سطات، أهم شوارع عاصمة الشاوية، بالقرب من مسجد سيد الغليمي اللي كيتواجد بضريح سيد الغليمي، القصبة الإسماعيلية، المدارة ديال الحصان اللي كيرمز الاصاله، اللي كيرمز للتاريخ ديال الشاويه، اللي كيرمز للمنطقه ديال الشاويه. كنحاولوا نقل لكم هذه الاجواء على المباشر. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. سطات بلادي، سطات الجميله والرائعه، واللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في. الحركيه ديال السير تعود من جديد بعد هذه الحركيه اللي كانت يعني قبل الافطار. يونس من مكناس، السلام عليكم، تحياتي لك من الكويت، راكم منورين. شكرا لك سي يونس مكناس من دوله الكويت الشقيقه، تحياتنا لجميع المتتبعين، تحياتنا لجميع مغاربة العالم، الناس سفراء اللي كيمثلوا البلاد أحسن تمثيل. كنحيوا جميع مغاربة العالم اللي كيتواجدوا بجميع بقاع العالم، الدول العربية، الدول الإفريقية، الدول الآسيوية، أمريكا، كندا، جميع بقاع العالم. هذه هي الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. سطات بلادي، سطات الرائعة، واللي من خلالها أننا كنحييكم على المباشر وكننقل لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كيف ما عهدناكم، كيف ما أننا يعني نوافيكم بأهم المستجدات
اللي كنتواجدوا بالمنطقه اللي حنا كنتواجدوا بها، مدينه ديال سطات، الاقليم ديال سطات، الاقليم ديال برشيد، كنوافيكم باهم المستجدات اللي كتهم الشان ديال الاقليم، شان ديال الاقليم وشان ديال المغرب. المدينه ديال سطات يعني عرفت واحد التساقطات مطريه مهمه. فاطمه ام ساره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام الاخت فاطمه ام ساره، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تي في على المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه. سطات، سطات بلادي، هكذا تبدو مدينه سطات، هكذا تبدو عاصمه الشاويه، هكذا تبدو جوهره الشاويه، اهم منطقه من مناطق المغرب، المنطقه ديال الشاويه اللي كننقل لكم هذا المباشر من المدينه ديال سطات، من العاصمه ديال الشاويه. سطات يعني شوارع شبه فارغه، حركيه يعني على المستوى ديال الشوارع، المصلون يقصدون المساجد لاداء صلاه العشاء والتراويح. تقبل الله صلاتكم وتقبل الله صيامكم في هذا اليوم المبارك اللي هو يوم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان الكريم. نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين وبالشفاء العاجل لجميع المرضى، الشفاء العاجل لجميع المرضى. وكنطلب من الله يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا وتسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. هذه هي الاجواء من قلب مدينه سطات، من عاصمه شاويه. سطات، سطات الجميله والرائعه واللي من خلالها اننا كنحييكم على المباشر. ادم عبد السلام، مبروك هذا الخير علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين. شكرا لك الاخ، الاخ عبد السلام من دوله الكويت الشقيقه. ابراهيم ناصر من البير جديد، كنشكروك خويا ابراهيم ناصر من البير جديد. كنشكروا الاخ عبد السلام من دوله الكويت الشقيقه. بصحة فطوركم مجددا وعواشركم مباركه ورمضان كريم في هاد العشر الاواخر من رمضان. هاد العشر الاواخر من رمضان اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين والشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب. في هاد العشر الاواخر من رمضان الكريم كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم مجددا بصحة فطوركم. رمضان كريم يدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وجميع المتمنيات يا رب. كل عام وأنتم بخير. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني الشفاء العاجل لجميع جميع المرضى والرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين يا رب في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك اللي هو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، شهر الصيام، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر صلة الرحم، شهر المغفرة. كنشكركم على التواصل. هذه هي الأجواء من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية. سطات، سطات بلادي، سطات الجميلة والرائعة واللي من خلالها أننا كنحييكم وكنقول لكم مجددا بصحة فطوركم ورمضان كريم من القلب ديال المدينة ديال سطات اللي هي العاصمة ديال الشاوية. سطات من مراكش الأخت مروة خليل، تحياتي لك، تحياتي لك الأخت مروة خليل من مدينة مراكش. هذه هي الساحة، هذه هي الساحة اللي الكل يطمح أنها تكون ساحة شبيهة بجامع الفنا، هاد الساحة اللي أنهم كيجتمعوا فيها الناس ديال الموروث الثقافي، الناس ديال الحلقة. كانت سابقا محطة ديال الكيران في السبعينات وفي الستينات، الآن يعني كتحول الساحة اللي علاش لا أنها تكون ساحة يعني ديال الموروث الثقافي، ديال الموروث الثقافي. شكرا للجميع، شكرا لجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تي في. رسائلنا من خلال هذه الجوله الخفيفه بارجاء وشوارع مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه اننا ننقل لكم الاجواء
ساعة من بعد الإفطار. كيفاش كتكون المدينة ديال الصطاد ساعة من بعد الإفطار؟ وهذه فرصة يعني للإخوان ديالنا، الأشقاء ديالنا بدول المهجر للاطلاع عن يعني كلو أنه كاين العديد من المتتبعين اللي المسقط الرأس ديالهم هو المدينة ديال سطات، اللي المسقط الرأس ديالهم هو المدينة ديال سطات، إقليم ديال سطات. كنحاولوا أننا نقلوا هاد الأجواء يعني ساعة من بعد الإفطار في رمضان، كيفاش كتكون الأجواء بالمدينة ديال سطات، يعني رغم البرد، رغم برودة الطقس، رغم العواصف، رغم الأمطار، يعني هذا ما كيمنعش البعض خصوصا بعد الإفطار يقصد المساجد لأداء صلاة التراويح والعشاء، ويقصد لقضاء بعض الأغراض. كل التوفيق للجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي على المباشر، ومن من هذا المباشر يعني كنقول لكم عواشركم مباركة. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى هذه العشر الأواخر من رمضان أنكم تقضيوها في أحسن الأحوال مع الوليدات، مع الأصدقاء، مع الأسرة ديالكم. كنشكركم على التواصل، وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من مدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل مشاهدينا متابعينا الأوفياء، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.